التاريخ كله، ونقول هذه الكلمة بجزم، التاريخ البشري كله لم يشهد ولن يشهد حركة تاريخية كبرى مثلت القيم الإنسانية بأعلى درجات التمثيل وبأكبر كمية ممكنة كحركة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، كقضية عاشوراء. في هذه الحركة التاريخية نجد أن القيم الإنسانية، القيم الإلهية تمثلت في هذه الحركة، ولذلك هذا عامل من العوامل، هنالك عوامل كثيرة ولكن هذا إحدى العوامل في أن نهضة الإمام الحسين صلوات الله عليه تتحدى الموت. لا يمكن أن تموت هذه النهضة المقدسة. كذب الموت، الحركات التاريخية تموت، ولكن كذب الموت فالحسين مخلد. كلما أخلق الزمان تجدد، كأنه نهضة الإمام، قضية الإمام، فاجعة كربلاء كأنها حدثت اليوم. هكذا نشاهد، هكذا نرى التفاعل. لا بأس أن أنقل هذا الشاهد، وهذا الشاهد لا يختص بفرد معين، لا، هذا مثال. العم كان ينقل حفظه الله عن الجد رحمه الله أنه كان مقيداً. هذه القضية بعد 1400 عام تقريباً، كان مقيداً كل يوم. ولعله هنالك الكثير ممن يعملون هذا العمل، كان مقيد كل يوم يجمع أهله وأولاده عند طلوع الشمس، ويأخذ الكتاب ويقرأ جانبا من قضية كربلاء وقضية سيد الشهداء. الأولاد إذا موجودين يقرأ لهم، مع أنه ما كان خطيبا ولكن كان يريد أن يدون اسمه في هذا السجل، سجل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. العم كان ينقل، وهذا هو الذي يهمنا في هذه القضية. كل يوم، إلا إذا يوم يكون مريض ما يتمكن أو يعرض له عارض، العم كان يقول: وما كان يقرأ يوما المصيبة كل يوم على مدار العام لزوجته لأولاده إلا ويبكي. لاحظوا هذه العلاقة، لاحظوا هذا التأثير. كل يوم يقرأ ويبكي. هذه القضية قضية حية، قضية خالدة، لا يمكن أن تموت.